السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلاب الصف الحادي عشر المسار الأدبي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد بعنوان قيام الدولة العثمانية الجزء الثالث. والآن هيا بنا نستعرض أهداف درس اليوم. يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن أولاً أن يذكر سياسة السلطان عثمان بن أرطغرل، ثانياً أن يستنتج توسعات الدولة العثمانية في عهد سلطان عثمان بن أرطغرل. تذكر معي عزيزي الطالب ما تم دراسته سابقاً. افتح الكتاب صفحة 104 واذكر أشهر سلاطين الدولة العثمانية من خلال الصور التي أمامك. أحسنتم، السلطان أرطغرل والذي تولى الحكم منذ عام 1232 وحتى عام 1299، ثم خلفه السلطان أحسنتم عثمان ابن أرطغرل والذي تولى الحكم منذ عام 1299 إلى عام 1326، ثم خلفه السلطان أورخان ابن عثمان والذي تولى الحكم منذ عام 1326 حتى عام 1360. وسوف يكون موضوع درس اليوم بإذن الله عن السلطان عثمان ابن أرطغرل. والآن مع الهدف الأول، بنهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن يذكر سياسة السلطان عثمان ابن أرطغرل. سياسة السلطان عثمان بن أرطغرل. اتبع السلطان عثمان بن أرطغرل سياسة حكيمة، حيث تجنب الاصطدام بالإمارات التركية المجاورة والتي ترى موقعها على الخريطة التي أمامك. على الرغم أن فتح هذه الإمارات كان سوف يفتح له الطريق نحو البحار المفتوحة، البحر أحسنتم الأسود والبحر مرمرة، ولكنه فضل أن يتبع سياسة أبيه في التوسع على حساب أراضي الروم أحسنتم الدولة البيزنطية، وكان يرى أن كل فتح يحقق سيزيد من قوته. وساعده على ذلك ضعف الإمبراطورية البيزنطية وانشغالها في الحروب في أوروبا. عزيز الطالب، افتح الكتاب صفحة 106 الفقرة قيم أتعلمها، واقرأ هذه القيمة: العمل وفق ما تقتضيه مصلحة وطنك هو خير دليل على إخلاصك وولائك له. عزيز الطالب، هل كانت سياسة السلطان عثمان بن أرطغرل في مصلحة وطنه؟ أحسنتم أبنائي، نعم، حيث فضل السلطان عثمان بن أرطغرل غزو الدولة البيزنطية لأنها العدو الحقيقي لدولته. والآن عزيز الطالب ننتقل إلى الهدف الثاني، أن يستنتج الطالب توسعات الدولة العثمانية في عهد السلطان عثمان بن أرطغرل. توسعات السلطان عثمان بن أرطغرل. اتبع السلطان عثمان بن أرطغرل سياسة أبيه في التوسع على حساب الدولة البيزنطية، وساعده على ذلك ضعف الدولة البيزنطية وانشغالها
بالحروب في أوروبا. والآن عزيز الطالب، تعرف على توسعات السلطان عثمان ابن أرطغرل من خلال المخطط المعرفي التالي. اتجه السلطان عثمان ابن أرطغرل غربا وهزم البيزنطيين قرب أحسنتم نيقوميديا عام 1301، ثم استولى على مدينة بيثينيا بعد الانتصار في معركة بافيوس. أرسل جيشا إلى مدينة بورصة بقيادة ابنه أورخان، وقام بفتحها، وبذلك أصبحت العاصمة الأولى السياسية للدولة العثمانية. افتح الكتاب صفحة 106، ومن خلال الخريطة التي أمامك تتبع توسعات السلطان عثمان بن أرطغرل. اتجه السلطان عثمان غربا واستطاع هزيمة البيزنطيين أحسنتم قرب نيكوميديا عام 1301، ثم استولى على مدينة بيثينيا بعد الانتصار في معركة أحسنتم معركة بافيوس، ثم أرسل جيشا بقيادة ابنه أورخان واستولى على مدينة أحسنتم مدينة بورصة، وأصبحت العاصمة الأولى السياسية للدولة العثمانية. والآن عزيز الطالب، أكمل المخطط المعرفي التالي حول توسعات السلطان عثمان بن أرطغرل، مستعينا في ذلك بخريطة الكتاب صفحة 106. اتجه السلطان عثمان بن أرطغرل غربا وهزم البيزنطيين قرب أحسنتم قرب نيكوميديا عام 1301، ثم استولى على مدينة بيثينيا بعد الانتصار في معركة أحسنتم أبنائي معركة بافيوس، استولى على مدينة بيثينيا في معركة بافيوس، ثم أرسل جيشا إلى مدينة ماذا؟ بقيادة ابنه أورخان، وقام بفتحها، وبذلك أصبحت العاصمة الأولى السياسية للدولة العثمانية. استولى على مدينة بورصة أحسنتم. والآن مع ملخص لدرس اليوم، والذي تناولنا فيه عنصرين: أولا سياسة السلطان عثمان بن أرطغرل، وتوسعات السلطان عثمان بن أرطغرل. سياسة السلطان عثمان بن أرطغرل: اتبع السلطان عثمان بن أرطغرل سياسة حكيمة، حيث تجنب الاصطدام بالإمارات التركية المجاورة والتي ترى موقعها على الخريطة التي أمامك. على الرغم أن فتح هذه الإمارات كان سوف يفتح له الطريق نحو البحار المفتوحة، البحر أحسنتم الأسود والبحر مرمرة، ولكنه فضل أن يتبع سياسة أبيه في التوسع على حساب أراضي الروم أحسنتم الدولة البيزنطية، وكان يرى أن كل فتح يحقق سيزيد من قوته. وساعده على ذلك ضعف الإمبراطورية البيزنطية وانشغالها في الحروب في أوروبا. توسعات السلطان عثمان بن أرطغرل: اتجه السلطان عثمان غربا واستطاع هزيمة البيزنطيين قرب نيكوميديا عام 1301، ثم استولى على مدينة بيثينيا بعد الانتصار في معركة بافيوس، ثم أرسل جيشا إلى مدينة بورصة بقيادة ابنه أورخان
وقام بفتحها، وبذلك أصبحت العاصمة الأولى السياسية للدولة العثمانية. عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة التالية. السؤال الأول، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. أولاً، اتبع السلطان عثمان سياسة أبيه في التوسع في أرض ألف الفرس، باء الروم، جيم المغول، دال السلاجقة. أحسنتم أبنائي، الروم. السؤال الثاني، استولى السلطان عثمان على مدينة بيثينيا بعد الانتصار في معركة ألف كوسوفا، باء جلديران، جيم بافيوس، دال نيكوبوليس. أحسنتم أبنائي، في معركة بافيوس. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية. أرسل السلطان عثمان ابن أرطغرل جيشا بقيادة ابنه أورخان لفتح مدينة ألف أنقرة، باء أدرنة، جيم بورصة، دال القسطنطينية. أحسنتم أبنائي، أرسل جيشا بقيادة ابنه أورخان لفتح مدينة بورصة. السؤال الثاني، أجب عن السؤال التالي. أذكر أهم توسعات السلطان عثمان بن أرطغرل. أحسنتم أبنائي، أولا الاتجاه غربا وهزيمة البيزنطيين قرب نيكوميديا عام 1301. ثانيا، استولى على مدينة بيثينيا بعد الانتصار في معركة بافيوس. ثالثا، أرسل جيشا إلى مدينة بورصة بقيادة ابنه أورخان وقام بفتحها، وبذلك أصبحت العاصمة الأولى السياسية للدولة العثمانية. أبناء الطلاب، من خلال تطبيق مايكروسوفت تيمز عليكم الرجوع إلى معلم الصف لمناقشة الدرس والإجابة على جميع استفساراتكم. أشكركم على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.